أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال الأعمال المتميزة، اخترنا لكم اليوم السيد محمد المزروعي صاحب أبو عيسى للأغنام. أستاذ محمد، نورتنا ونورت شاشة برنامج رواد الأعمال. حياكم الله، بداية الشرف لنا. طبعا بداية حابين نتعرف عنك ونعرف السادة المشاهدين عن شخصك الكريم. معك أخوك محمد بن سعيد المزروعي، وهذه مزرعة طولت عمرك أنشأناها حق الأغنام وحق الحلال، تجارة بدينا بها كمشروع صغير، وإن شاء الله إن شاء الله تكون مثل ما يقولون أكبر وأكبر إن شاء الله يا رب. خبرنا أيضا عن سبب اختيارك مجال الحلال. طبعا هذه الأشياء تأسست طولت عمرك في أي إنسان على حسب البيئة اللي هو عايش فيها. طبعا مثلا البدوي تابع مثلا للحلال اللي هو الجمال والابقار والاغنام وكذا، صاحب البحر في شغله البحر، فكل واحد له شغلته. نحن اتجهنا للي يخص مثل ما تقول يعني الحلال بشكل عام، جمال واغنام، والحمد لله فحنا معهم، اللهم لك الحمد لك الشكر. الحمد لله. خبرنا ايضا اكثر عن البدايات في هذا المجال. والله بدايات جميله وذكريات حلوه جدا جدا جدا. يعني اول ما بديت مع واحد من الشباب، الاخ العزيز اللي هو حمد الهياس او جلاح فتحية، وصاحب مزاد موجود عندنا، مزاد للاغنام، ورحت لهم اول مره كضيف وعجبني الوضع واشتريت من عندهم، وكانت بدايتي، فاشتريت من عندهم والله وفقني. وبالفعل باليوم الثاني بعد المشترى اجاني مثل ما تقول تاجر واشترى الاغنام بشكل كامل، هذا اللي خلاني اتشجع وانزل مره ثانيه. ما شاء الله، يعني توفقت في البدايه في هذا المجال، والحمد لله طبعا. نعم. دائما وابدا على نعمه التوفيق. خبرنا ايضا عن انواع الغنم اللي تقدموها، شو الخدمات اللي تقدمها، بيع شراء، خبرنا اكثر التفاصيل. الاغنام بشكل عام طبعا نركز اول حاجه على الاغنام المحليه اللي هن فوق عمرك، اللي مثل ما تقول اللي هو تابع للمناخ او لدوله الامارات الخاصه بدوله الامارات، فتلقى الاغنام العربيه، تلقى الخرفان العربيه، تلقى جميع الانواع هذه موجوده. بعدين في شغلتين، يا عندك انتاج يا عندك ذبح. طبعا الانتاج اللي هو خاص بوضعك في اللحوم، انتاج حق اللحوم، انتاج حق اللبن والحليب والشغلات ومشتقاته. واللحم نفس الحاجه، اللي ما تجوز حق الحليب مثلا او ما تكون حق هالشغله، تروح وين تتجه؟ على انتاج حق اللحوم. يعني عندكم حتى انتاج مشتقات الحليب والجبان. نعم. وجميع. نعم، بس بعدنا ما فتحنا عليهم كانتاج الخارج، لا. مثل ما تقول انتاج حق الجماعه وكذا. أيوة. انتاج بسيط يعني استخدام شخصي، يعني اشخاص استخدام الشخصي. حابين ايضا نتعرف عن المميز اللي بيميزكم في المزرعه عن باقي طبعا المزارع. احنا في منطقه متواجد حوالينا اكثر من مزرعه، والجماعه كلهم متواجدين في نفس المكان. حابين ايضا نتعرف عن المميز عندك عن الباقي. والله وانا ابوك ولا زود على الناس طبعا كلها. اكيد أبداً. اكيد ولا زود على الناس كلها. أكيد. كلهم ان شاء الله على الراس من فوق. اكيد، لكن لازم يكون في لمسه. عندنا انواع مثل ما تقول اللي هو النوع اللي نسميه احنا اللي هو الغنم المشروق. هذا نوع مثل ما تقول نوع نادر. هذا ممتاز طبعا، اول حاجه في كميات الحليب والانتاج اللحوم بعد في نفس الحاجه. فالنوع هذا اتفاخر فيه كثير، وفي نوع بعد تهجين وان شاء الله نوريكم النوع هذا على الطبيعه. اكيد وبتشوفونه. اكيد. نعم. طبعا حابين ايضا نتعرف عن الهدف والرؤيه المستقبليه اللي راسمها للسنوات الجايه. والله شوف الخطه اللي ماشيين عليها ان شاء الله ان شاء الله هي زياده اعداد الحلال اللي موجود عندنا. زياده ليش؟ على نفس الحاجه على عدد زياده البشر اللي موجودين عندنا. اكيد طبعا. تحاول او يا رب الله يقدرنا ان نقدر نحاول نغطي المطلوب حق السوق، مع انه تبارك الرحمن في اعداد اكبر عن اللي انت حاسب منها. اكيد طبعا الانتاج طبعا او حتى موضوع التوسع دائما يعتمد على السوق، كيف السوق وطلب الطلب في السوق.
طبعا دولة الإمارات، دولة الأمن والأمان، نعمة التي يحسد عليها جميع من يسكن في هذه الأرض الطيبة. حابين أيضا نتعرف عن كيف ممكن الأمن والأمان يساعد على استقرار المستثمرين أو حتى استقرار كمقيم أو كمواطن أو كجميع فئات المجتمع. اللهم لك الحمد لك الشكر، اللهم لك الحمد لك الشكر على نعمة الأمن والأمان. أكيد إن شاء الله على الحمد لله العربية كامل يا رب العالمين وعلى العالم كامل. آمين. لكن هذا الشيء يتوضح لك في الناس اللي جاي. صحيح. عندك النجاح الحمد لله الحمد لله، يعني على أقل مثال، على أقل مثال شوف النجاح اللي حصل في أكسو، مع أنه كانت تضعم جميع التحديات موجودة عندك. صحيح. وأهم شيء اللي هو مرض الجائحة اللي صحيح على العالم كلها، فوق هذا صار نجاح ونجاح باهر الحمد لله. دولة الإمارات ماشية على خط مستقيم، اللهم لك الحمد لله الشكر. يعني يطول عمر شيوخنا هذا قبل ما يكونوا شيوخ كذا أبوة، نحن كأسرة هذا أبوتنا، نحن عيالنا. فأنت تلاحظ أن والدك مطلع منك فوق، لك احترام قدام جميع الشعوب، هذه كم تصور. شوف العالم كله جايتنك، جايتنك بحب، يعملونك بحب. اوكي وانت تعاملهم بحب وسلام، اكيد تلقى هني السلام، تلقى الحمد لله. يعني تقدر تفتح ايدك وقلبك حق اي بني ادم وانت مرتاح. اكيد طبعا تشكر جميع شيوخ وحكام دولة الامارات ايضا على الرؤية السديدة، اللي بدون هذه الرؤية لما كنا احنا في هذا المكان. طبعا في نهاية الحلقة حابين نتشكرك على ظهورك معنا، وقبل ما ننهي ونختم الحلقة ايضا حابين نسمع كيفية الوصول والتواصل إليك، ونسمع كلمة من العم محمد المرزوق. يرحم والديك وأهلا بكم على أي وقت، مزرعتكم ومكان مكانكم، وأبدا على أي وقت أنتم وضيوف أي حد بيجينا، والله لكم القلب مفتوح، حياكم الله. طريقة التواصل طول تعملك فيه أرقام، طول تعملك معينة وإن شاء الله لكم تحطونها طبعا بنزلها أرقام معينة اللي هي التواصل له عن طريق الهاتف، والثانية طول تعملك على الانستغرام فيها أبو عيسى للحلال أو الأغنام بعد موجود، وعلى السوشيال ميديا الشباب مش مقصرين ما شاء الله، تعرفك على السناب شات وإن شاء الله فموجود الحمد لله كل شيء إن شاء الله بتكون واحد. طبعا جميع أرقام التواصل سوف تظهر أسفل الشاشة. تشكرك على ظهورك الجميل اليوم معنا، بصراحة استقبال جميل وبصراحة مقابلة ولا أجمل معك اليوم أستاذ محمد. يرحم والديكم حياكم الله. الله يحييك، الله يحييك. إلى هنا أعزائي المشاهدين ننهي حلقتنا الأسبوعية مع ضيفنا المميز. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله.